بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. يقول الله تعالى في سورة الكهف عند ذكر حال هؤلاء الفتية الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يخبر الحق تبارك وتعالى عن أولئك الفتية، الشباب الصغير ده، كانوا شباب لكن كانوا في مقتبل عمرهم، أصحاب الكهف، وقصة هؤلاء الفتية العجيبة. وصف ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الفتية بقوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني هم كانوا أهل إيمان وكانوا أهل ثبات على الحق رغم حداثة عمرهم، كانوا صغيرين، شباب لسه صغير في بداية سن الشباب، في باكورة سن الشباب. ثبتوا على الحق فزادهم الله تعالى هدى وتوفيقا وثباتا وربط على قلوبهم، حيث فروا بدينهم من ملك بلدتهم الظالم الذي يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويقتل كل مؤمن لا يستجيب لدعوته. وكان هؤلاء الفتية البواسل الشجعان لا تروق لهم عبادة الأصنام، كتموا إيمانهم بعد أن فارقوا ما يعبد قومهم من الأصنام، سابوهم يعبدوا اللي هم بيعبدوه، وفر هؤلاء الفتية بدينهم وتكتموا أمرهم. لكن خبرهم وصل إلى سمع الملك الطاغية بعد حين من الزمن، فغضب واضطرب وتوعدهم بشر عظيم وأرسل بجنوده فقبض على هؤلاء الفتية. وربنا سبحانه وتعالى أيدهم بنصره وتوفيقه وادهم مدد الثبات ومدد القوة، الثبات أمام الباطل، فربط الله على قلوبهم، فأعلنوا بين يدي هذا الملك الطاغية أنهم يؤمنون بالله الواحد الأحد وأنه لا إله إلا الله. فأمهلهم ذلك الملك وقتا، سابهم كده شوية يفكروا أنهم يرجعوا يعبدوا معاهم الأصنام التي كانوا يعكفون عليها من دون الله، وسابهم وقت ربما يعودوا إلى رشده، لأنهم زي ما قلنا لحضراتكم كانوا شباب في بكورة أعمارهم. غير أن هؤلاء الفتية من أهل الإيمان أجمعوا فيما بينهم على الفرار بدينهم من هذا الملك الظالم وأهل بلدتهم المشركين، واتفقوا أنهم يلتجئوا إلى كهف يعرفونه. وإذ اعتزلتموهم، الله تعالى يقول وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، دول أهل إيمان يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، فاقترحوا على بعض فأووا إلى الكهف، يعني اتخذوا هذا الكهف اللي اتفقوا عليه المكان اللي سيأوي إليه هؤلاء الفتية فرارا بدينهم وإبعادا لأنفسهم من بطش هذا الملك الذي يريد إرغامهم على الشرك وإرغامهم على ترك التوحيد. فلما وصلوا إلى الجبل واقتربوا من الكهف لم يندموا على ما قاموا به، بل تعلق كل أملهم بالله تعالى ورحمته وسعة رزقه وتوفيقه لهم، وخلاص رموا بقى كل أخذوا بالأسباب المتاحة بالنسبة لهم، فكروا نعمل إيه، ده الملك مدينا وقت نفكر، فقرروا أن هم يفروا إلى هذا الكهف، وبدأوا ياخدوا هذه الخطوة وانطلقوا فعلا إلى هذا الكهف، وقلوبهم معلقة بالله رب العالمين، معلقة برحمته، معلقة بفيضه عليهم من خيراته، معلقة بأنهم بيستمدوا منه المعونة والنصر والثبات والنجاة مما هم فيه. فقالوا معلنين يقينهم وثقتهم بالله تعالى: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا
يعني شوف الثبات، احنا بناخد بالسبب وبنسعى وحنروح نأوي إلى هذا الكهف في ذلك الجبل، وإحنا في انتظار رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وإنه يهيئ لنا الحال الرشد سواء في الفكر أو القول أو الفعل. وهم رايحين في طريقهم للكهف ده قابلهم في طريقهم كلب تعلق بهم وسار معهم إلى الكهف، واستقروا جميعا في هذا الكهف. ثم بعد أن ارتاحوا من عناء الطريق الطويل طعموا بعضا من الطعام الذي كان معهم، ثم قاموا بعد ذلك يصلون لله تعالى خاشعين، وأقبلوا على ربهم ضارعين يدعونه: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نادوا ربهم قائلين: ربنا، يا من خلقتنا وتوليت أمرنا وطهرت قلوبنا وخلصت نفوسنا من الشرك وأوهامه، آتنا من لدنك رحمة، من حضرتك القدسية العلية وخزائنك التي لا تنفد، آتنا من لدنك رحمة عظيمة. وده كان من حسن دعائهم أن قالوا آتنا من لدنك رحمة، وعرفنا أنها رحمة عظيمة، أو أنهم سألوا مولاهم رحمة عظيمة، من التنوين اللي في كلمة رحمة، آتنا من لدنك رحمة، فالكلمة غير معرفة ومنونة، فهذا يعطي في اللغة العربية أنهم سألوا الله تعالى رحمة عظيمة وبالغوا في هذا الطلب، يريدون رحمة خاصة، رحمة خاصة بيهم وبحالتهم وبالموقف اللي هم فيه، رحمة تناسب هذا الحرج الذي هم فيه وتلك الشدة التي هم عليها. من لدنك، هب لنا من لدنك رحمة. من لدنك تفيد معنى التشريف بكونها من عند الله تعالى أرحم الراحمين، وده أبلغ ما لو قالوا آتنا رحمة، ما قالوش آتنا رحمة، لا، من لدنك، آتنا من لدنك رحمة، لأن الخلق جميع الخلق ينعمون بالرحمة العامة، لكن الفتية الذين آمنوا الشباب الصغير ده في السن سألوا الله تعالى رحمة خاصة من ربهم جل وعلا تقتضي كمال العناية بهم، تفيض عليهم من كمال الإحسان والإنعام في هذا الكرب الشديد الذي هم فيه. شوف كمان شباب صغير في السن مقبلون على الله تعالى، يوفقهم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم، واللي القرآن الكريم سجله لينا عشان ندعو الله تعالى به. ما هي دي قصة الإيمان، قصة الإيمان وأهل الإيمان والمدد بالتوفيق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدهولهم. مش سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: والله إني لا أحمل هم إجابة الدعاء، والله إني لا أحمل هم إجابة الدعاء، لأن ربنا قال ادعوني أستجب لكم، لكني أحمل هم التوفيق إلى الدعاء. فالقرآن بيعرض لنا حال الموفقين، حال الموفقين من أهل الإيمان بالفتوح اللي ربنا بيديها لهم والدعوات المباركات اللي رب العالمين سبحانه وتعالى بيجريها على ألسنتهم. فكان هؤلاء الفتية الذين دعوا ربهم برحمة خاصة من لدن الله تعالى. ثم كانت الدعوة الثانية المنبعثة من إيمان عميق وإذعان صادق يملأ القلب نورا وإقبالا على الله تعالى: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اختاروا إن هم يكونوا من أهل الإيمان، رغم إن الوسط اللي كانوا فيه كان وسط كفر بين مستشر في قومهم ويقوده ملكهم الجبار، حتى إن الفتية رغم حداثة سنهم ورغم إن هم شباب صغير في مقتبل سن الشباب
عشان كده التعبير بكلمة إنهم فتية آمنوا، يعني شباب صغير، حتى إنهم رغم صغر سنهم عابوا على قومهم انحرافهم عن التوحيد إلى الشرك. هؤلاء قومنا، قال الله تعالى حكاية على ألسنتهم، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يا سلام، شوف المنطق، يعني دول اللي قاعدين يعكفون على هذه الأصنام ويسجدون لها من دون الله، من أين الدليل على أن هؤلاء آلهة؟ بل هم حجر صنعوه بأيديهم. أين الدليل على أن هؤلاء آلهة أو أن أي معبود سوى الله ممن يتخذه بعض الناس آلهة من دون الله؟ إيه الدليل على إنهم آلهة؟ وده منطق يفكر به كل إنسان في هذه الحياة الدنيا. أين الدليل على أن المعبود الذي يعبده الناس، بعض الناس غير الموحدين، إن دول آلهة؟ مش لكل قضية لابد من دليل عليها؟ شوف هؤلاء الشباب اللي ربنا فتح عليهم بهذا الذكاء الفطري، وإنهم استدلوا على وجود الخالق العظيم جل جلال الله، وشهدوا بأنه لا إله إلا الله، واستنكروا اللي قومهم بيعملوه لأنهم لم يرق لهم أبدا عبادة هذه الأصنام، فتوجهوا لربهم بعد أن يعني جلسوا في هذا الكهف. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. معنى قول الله تعالى وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني يسر لينا يا رب وسهل علينا الوصول إلى طريق الهداية والوصول إلى طريق الرشاد والوصول والحصول على التوفيق الدائم في الأقوال والأفعال في أمر ديننا ودنيانا. يبقى ده دعاء جامع، يعني هم يسألون ربهم النجاة والفلاح والتوفيق، وهذا ما تشير إليه كلمة رشدا. الرشد والرشد بمعنى واحد في اللغة، وهو الهداية إلى الصلاح، الهداية إلى الصلاح ووجوه الخير كلها. إن ربنا ياخد بإيدي كده إلى السلوك، إن أنا أسلك طريق الصلاح، وإن أنا أمشي في وجوه الخير جميعها. ومن الرشد والتوفيق إن يدرك الإنسان بعقله إدراكا مستقيما لا عوج فيه، إن تفكير الإنسان يكون منضبط، وهو ده تفكير هؤلاء الفتية اللي لم يرق لهم عبادة الأصنام، واللي عابوا على قومهم أنهم يسجدون لها من دون الله دون دليل على أنها معبودة، أن هذه المعبودات آلهة حقا، إنما هي وثن وشرك. فهم بيسألوا ربنا سبحانه وتعالى إن يزدهم فتوح وتوفيق ورشد في الفكر وفي الفعل، وده يثمر تجنب الشرك ويخلي الإنسان دايما يسلك طريق الحق، وإنه بيبتعد عن كل مهاوي الرذائل، وإنه بيتجه دايما إلى الفضائل ومحاسن الأخلاق. وإن هم بيسألوا ربنا ألا يكون في فكرهم ولا في فعلهم لا شطط ولا إفراط ولا تفريط، ياخد الإنسان بعيد عن الحق. فلما فر هؤلاء الفتية الذين آمنوا، لما فروا بدينهم ممن كان يطلب قتلهم من الكافرين، وأخذوا بجميع الأسباب في سبيل ذلك، اشتغلوا بأهم الأسباب، خدوا بكل الأسباب وما استأسدوش بيها، ما قالوش احنا عملنا واحنا فكرنا واحنا رحنا نأوي إلى هذا الكهف في ذلك الجبل واستأسدوا بالخطوات والوسائل، لا، اشتغلوا بأهم الأسباب وهي التضرع إلى الله واللجوء إليه بالدعاء، فهو خالق الأسباب. وبعد أن فرغوا من سؤال ربهم الرحمة والرشد، ناموا في فجوة من الكهف كما قال الله تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ناموا في حفظ الله تعالى في هذا الكهف سنين طوال،
قد نشر الله عليهم رحمته التي سألوها، الرحمة الخاصة، وأجرى عليهم سبحانه وتعالى آياته، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لا ينالهم في ذلك الكهف حر الشمس ولا يزعجهم صوت برق أو رعد أو رياح ولا يؤرقهم شيء، وبقيت أجسادهم على حالتها بحفظه ورحمته الخاصة بهم، يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ثم بعد أن مرت هذه السنين الطوال بعثهم الله تعالى من نومهم العميق بعد هذه السنوات الطوال بل القرون، وقد أمات الله تعالى هذا الملك الكافر ومن معه، وجاءت أجيال أخرى كثيرة من أهل الإيمان، وأصبح الفتية الآن آمنين مطمئنين، ولم يشعروا بحقيقة الزمن الذي أخذهم النوم فيه، فمرت عليهم القرون كأنها يوما أو بعض يوم. وكانت هذه الإغاثة العجيبة والآية العظيمة إجابة لدعاء هؤلاء الفتية الذين آمنوا والذين تضرعوا بدعائهم إلى ربهم، وأصبحوا آية من آيات الله تعالى العظيمة بتقدير الله العزيز الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نتعلم من هذا الدعاء المبارك أن من أوى إلى الله آواه، من أوى إلى الله آواه، ومن توكل عليه سبحانه وتعالى كفاه، لم يخذله الحق عز وجل أبدا. وأن من اتقى الله تعالى في أموره جعل الله تعالى له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، كما نتعلم أنه ينبغي للعبد أنه يجمع بين الأسباب الدنيوية والمطلوبات الشرعية. يعني أنا بسعى وباخد بالأسباب، وفي نفس الوقت قلبي معلق برب الأسباب وخالقها، أدعوه وأسأله من خيره وفضله. فالدعاء يكون بعد أن يستجمع الإنسان معه كل بذل هو يبذله، بذل الأسباب المتاحة، كما فعل وكما أخذ هؤلاء الفتية بالأسباب، بفرارهم بثباتهم الأول على الحق، ثم بفرارهم بدينهم إلى الكهف، ثم أن سألوا الله تعالى المعونة والتأييد والرحمة والرشاد، فتحقق لهم ما أرادوا وزيادة. ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمين. أهلا ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع. سريعا ناخد أسئلة حضراتكم. أستاذة منى. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا دكتور أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا جوز عمتي توفى أول امبارح تمام، ودفناه بس الوضع في المقبرة ما كانش يعني مظبوط، يعني كان في كذا حد على بعض، المكان ضيق قوي وكان في كذا حد على بعض، كان في حد مدفون بقاله حوالي 3 شهور شالوه وحطوه على حد تاني عشان هو يتحط. ما كانش نافع ان هو يتحط في اتجاه القبلة، فما اتحطش في اتجاه القبلة، وبالعافية حطوا شوية رملة كده عشان يبقى على جنبه اليمين.
فانا مش عارفه كده الوضع كده غلط ولا كده صح، وطب ولو غلط احنا في الوقت دوت نتصرف ازاي؟ هو اول تمام امبارح. تمام دي مقبرة العيلة يعني؟ اه تمام بس الله هو يغفر. ممكن يعني ممكن في مكان تاني يتحط فيه، بس انا مش عارفه يعني حضرتك وما شايفه ايه. حطهوش ليه في المكان التاني لما ده هو ضيق احنا ما وفيه؟ كناش نعرف ان الوضع كده، وما راحوا فتحوا المكان وحطوه كان الوضع بالمنظر ده. بس هو عمتي مدفونة مع جدي وكده، فممكن لو كده يتحط معاها، بس انا مش عارفة ايه الصح يعني. ربنا يغفر له ويرحمه ويتجاوز امين. عن سيئاته. شكرا يا منى. استاذه سميره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله ازاي تعالى حضرتك؟ وبركاته. الحمد لله يا فندم، الحمد لله. ربنا يجازيكي عنا كل خير ان شاء امين الله. امين اجمعين. ربنا يرضى عنك يا رب. امين يا رب. بصي امين. حضرتك، انا اختي ليها سلف وضرير ضرير، وما هو كبير وملهوش حد، وهي شقه فوق وهو تحت، وبتنزل تخدمه وتشطفه وتعمل له كل حاجه كده. حضرتك يبقى عوره ليها ولا ايه؟ طيب وهو ملوش اي معين، مفيش اولاد، مفيش؟ لا لا مفيش، ما عندوش اولاد ولا اي حاجه. او هي ما عندهاش ولاد هي يساعدوها؟ عندها شاب بس في شغله، وهو يبقى تعبان وعايز يغير وعايز تمام. ياكل وعايز كل حاجه هي اللي بتعمله، هو ضرير. حاضر، شكرا، جزاها يبقى الله حضرتك كده خير. عوره. حاضر هرد على ايوه حضرتك، ايوه جزاها الله خير. يا ست ام محمد. ايوه السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا وعليكم فرحانه قوي السلام اني ورحمه كلمتك. الله تعالى وبركاته. يا رب انا اتفضلي يا فرحانه قوي اني كلمتك النهارده، انا بحاول من ربنا زمان يسعدك، عشان عاوز اكلمك. ربنا يرضيكي ويجعلك من سعداء الدارين. اللهم امين امين يا رب اجمعين العالمين. يا رب. لو سمحت بس ان انا بمنح في الدوره الشهريه في رمضان، وعاوز اعرف حرام او حلال. ماشي، لان انا سالت قبل كده قالوا لو هي مضرة لصحتك فحرام، مش بالظبط مضرة لصحتك فهي ايه بالظبط، عادي لا يعني. ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرر. وده انت بتعرفيه من المختصين، الطبيبة اللي انت بتتابعي معاها بتقول لك انت ينفع تاخدي ده ولا ما تنفعيش تاخديه. هرد عليكي بتفصيل. حاضر، ماشي. في حاجة تانية؟ لو هو حرام يعني انا اكفر عن السنين اللي عدت ازاي؟ لان انا مريضة السكر وضغط وعاوزاكي لا تدقيلي. ابشري ابشري خير، ابشري خير. شكرا يا ست ام محمد. معانا ام انس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ست ام انس. ازيك يا دكتوره ناديه، عامله ايه؟ الحمد لله يا ست الكل، الحمد لله. بصي يا دكتوره، انا عندي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه. عند حضرتك طفله؟ نعم. طفل من ذوي الاحتياجات. انا صلاتي تقريبا يعني ثلاث، بحس ان انا مش مقبوله، اذا هو انا بصلي وهو على كتفي بيشد فيا بيقرص فيا. ده انت يعني انت في عين الرحمه. ما تقوليش ان صلاتك مش مقبوله ولا حاجه، يعني انا كده صلاتي مش انت مقبوله عند يعني ربنا؟ هو بيبقى معاكي، انت بتبقي شايلاه بتعينيه وبتجتهدي لا في اداء انا ببقى العباده. بصلي وهو بيشد فيا بيقرص فيا بيحضن فيا، فانت عندك بحس ان انا قصدك يعني ان عندك تشويش وانت بتصلي. ايوه بالظبط طيب كده. حاضر شكرا. عندها سؤال تاني اتفضلي. بصي حضرتك، انا الدوره بتقعد 4 ايام، بعد كده بتخلص، بعد كده بينزل دم كتير، يعني زي ما بيقولوا كده الصحادات. انا بتوضى وبصلي وبصوم وبقرا قراني. يعني هي بتخلص وتقطع تبقي طاهره قد ايه يعني؟ يعني حضرتك، لا ما بتقطعش كتير، يعني ممكن في نفس اليوم اللي استحميت فيه تنزل تاني. طب تبقى هي معناها كده ان هي ما خلصتش؟ انت ايش عرفك ان دي بس انا بشوف الطار اللي هو بتبقى ابيض خالص. لا بس انت في نفس ايام الحيض، ده وقت الحيض. انت اللي تعجلتي عليه، ما انا ممكن يقطع وبعد يقوم راجع تاني في وقت الامكان اللي هو وقت الحيض، صح ولا ايه؟ مش قعدتي لا يا مثلا، فندم، مش قعدتي هي مثلا بتقعد 3 4 4 ايام كاملين. ايام طاهره وبعد كده راحت نزلت. لا ده انت بتقولي في نفس اليوم. طيب ماشي لا حاضر. يعني في نفس اليوم هي خلصت وبعد كده بترجع لا هي كده ما تروح نازله. فيما اعتقد انها كده ما خلصتش. اديني السؤال الثالث وانا هرد على حضرتك. طيب بالنسبه لزكاه الفطر، ايوه في بعض المشايخ على النت بيقولوا لا لازم تطلع زي ما الرسول دي صلى الله مشكله. عليه وسلم دي كان بيطلعها دول بتوع كل حبوب. سنه، دول بتوع كل سنه، دول بتوع كل سنه عايزين يذاكروا بس العلم شويه، لو ذاكروها يريحوا نفسهم ويريحوا الناس معاهم. يعني هنودي كلام الامام ابو حنيفه فين؟ الله، هم هيكونوا ادرى منه. هو احنا في كتاب في الغالب ان احنا بنطلع القوت لانه ده اللي جاب به التوجيه، لكن هناك اجتهاد من ائمه معتبرين، واحنا العمل العلمي في مصر خد بقى العمل العلمي الافتائي اخذ براي الاحناف، ايه المشكله فيها؟ لكن هو ده سؤال كل عام يعني.
معانا أسئلة تانية؟ طيب هنطلع للكتاب، وبعد الكتاب إن شاء الله نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. كتاب قلوب عامرة، الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة، ما زلنا في تصحيح سورة المرسلات. المرة السابقة صححنا بداية سورة المرسلات، اليوم إن شاء الله الشباب هيصحح عن طريق القراءة والتصحيح، فنستسمح حضراتكم باستحضار المصاحف للمتابعة معانا، وبنذكر بالرواية التي نقرأ بها، رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل، وإحنا من وقت للتاني بننبه إلى ما هو المقصود بقصر المنفصل. يلا بقى اللي هيقرأ ابتدي عبد الله. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. يلا يا سادن. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. يلا يا حنين. ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. ده سؤال إيه؟ سؤال لازم يبان، سؤال استنكاري، دول على أحوالهم. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعده يؤمنون. جميل، يلا يا شروق. ويل. ويل يومئذ للمكذبين. يومئذ لي. يومئذ. يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم. قليلا إنكم. التنوين هتظهر لوراء حرف من حروف الإظهار، الهمزة. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. يلا يا آدم. ويل. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ ويل ويل يومئذ. هنا إدغام بغنة. ويل ويل يومئذ. يومئذ. وده إدغام بدون غنة. أول واحد إدغام بغنة، والتاني إدغام بدون غنة. ويل يومئذ للمكذبين. يلا يا أستاذة مريم. وإذا قيل لهم. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل لهم اركعوا، قيل لهم اركعوا، قيل لهم اركعوا، ها، قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل لهم أحسنت. لهم اركعوا لا يركعون. أحسنت. ويل يومئذ للمكذبين. يلا يا أنس بقى وريني كده.
فبأي حديث بعده؟ لا 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 لا، زعلت أنا من حديث ثم ورحت أقفل لي بقك. فبأي حديث بعده؟ بس ما تفتحش وبعدين تقفل، هي تفتحها تسيب الفرجة دي. حديث حديث. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إيه الجمال ده، إيه الجمال ده. طيب يلا يا صرصورة. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم إنكم، دي غنة، إنكم مجرمون مجرمون مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. آدم، فبأي حديث بعده. تاني تاني، أنا جايبك ليها دي مخصوص، قول. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث. ما تقفلش، ما تقفلش شفايف. ايوه في فرجة يعني في فتحة صغيرة عشان اعرف اعمل الإقلاب. ها، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يا سلام عليك، يا سلام، ايه الشطارة دي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بالساده المشاهدين الكرام. الاستاذه منى بتتكلم ان زوج عمتها دفنوه، كان القبر ممتلئ جدا فما توجهش ليه القبله، وما قدروش يعملوا سواتر ترابيه، فهل عليهم اسم ولا هم ينقلوه؟ ما دام تم الامر فقد تحقق الدفن يا صاحبه السؤال. وكان الاولى طبعا عند الدفن ان احنا نعمل فواصل ترابيه ما بين الموتى، ما يبقوش كده يعني على بعض، اكراما لهؤلاء الموتى. ومن الفقهاء من يعني لم يجوز نبش القبر من أجل توجيه الموتى إلى القبلة، ونحن مع من رأى ذلك من أهل الفقه والعلم، لأنه الموت نفسه عورة، وهذا الحال كان لابد من دراسته قبل وليس بعد يا صاحبة السؤال. وربنا يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته. وإنتم ما عملتوش هذا الأمر بعلم، إنما الظرف اللي كنتوا فيه هو اللي خلاكوا تبقوا مضطرين إلى ما تم، نسأل الله السلامة. لكن نعلم بعد كده إذا كان في العيلة إنه الوضع إن خلاص دي امتلأت، وإن إحنا لازم يبقى فيه فواصل ترابية بين الموتى. الأستاذة سميرة أختها بتقول لها أخو زوجها ضرير
وكبير وملوش حد، وهي عندها أولاد لكن بيشتغلوا مش موجودين، لكن هي بتغير له وبتساعده على يعني أعزكم الله الحفاظ بتاعه وبتشطفه، فبيبقى في نظر إلى العورات. يعني طبعا مساعدة الضرير لا مانع في ذلك، وهي مضطرة في هذا الحال لأنه ليس له قريب ولا حتى اللي حواليها بيقدروا يعاونوه، فبتجتهد في هذا لأنه ده من باب الاضطرار، وفي نفس الوقت أنها لا تترك هذا الإنسان يعني بدون مساعدة ولا معونة، يعني ده بالمنطق وبالعقل. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لأن معلوم أنه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وكذلك العكس. ما ينفعش الجنسين المختلفين ان يبقى في استهتار في مسألة العورات الا في حال الضرورة، كحال اللي حضرتك او كحالتي السائلة الكريمة، فانت حضرتك بتجتهدي وبتعملي ده دون يعني بتحرز قدر الطاقة في القيام بهذا العمل واتمامه على اكمل وجه، وربنا يأجرك ويعينك ان شاء الله. اللهم يسر عليك الحال ويعينك بمن يعينك بمدده الحي الباقي، اللهم امين. ست أم محمد بتقول إنها بتمنع الدورة الشهرية عشان تتمم صيام شهر رمضان. زي ما قلت لحضرتك وزي ما حضرتك تفضلتي بالسؤال لمن سألتي، إنه لا مانع بشرط أمن الضرر، وأمن الضرر عشان أنا أعرفه لابد بمشورة الطبيب المختص، هو اللي هيقدر يقول لي إن وضع الصحي يتحمل إن ناخد الأقراص اللي بتأجل الدورة الشهرية عشان أتم الصيام، ولا بلاش إن أنا أخدها، لأنه برضو ده بيبقى فيه نوع من تغيير يعني التدخل في حركة الهرمونات، وبالتالي اللي هيقول لك حالتك الصحية مناسبة لهذا العلاج أهل الاختصاص. فإذا أنت رجعت للمختص وقال لك ما فيش مشكلة ولا ضرر يترتب على أخذك لهذا الدواء، فالأصل أنه لا ضرر ولا ضرار، فإن ثبت أنه لا ضرر عليك بمشورة المختص فلا بأس من أخذ هذا الدواء كما سألتي وأفادوك. بالنسبة ست أم أنس إن عندها ابن أو طفل من ذوي الاحتياجات، بتقول أنا حاسة إن صلاتي مش مقبولة لأنه بيشدني وأنا بصلي. أنت في رحمات، لأن اللي عنده أنت في عين امتحان وابتلاء، وإن مع العسر يسرا، فأنت في حال عسر في الظاهر لكنه في داخله وفي قلبه رحمات في باطنه، فأنت بتجتهدي. أنا بقف وأصلي قدر الطاقة، معيش حد يمسكه شوية، يبقى أنا وأنا قاعدة بصلي بجتهد أخشع، والخشوع أساسه أساس القلب، إن خشع القلب خشعت سائر الجوارح، ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فأنت بقلبك مقبلة على الله تجتهدي في هذا الخشوع، وتعملي الحركات بتاعة الصلاة من الأركان والسنن على قدر طاقتك، فاتقوا الله ما استطعتم. بالنسبة للدورة الشهرية، لا أرى أن الدورة دي، أنا عارفة أن خلاص الوقت، لكن لا أرى أن الدورة الشهرية على الحال اللي حضرتك قلتي لي عليه ده أنها خلصت. اصبري ولا تتعجلي، وأقصى مدة على ما هو مفتبيل 10 أيام، أكتر من 10 أيام بالنسبة لك يبقى ده استحاضة، تعمليها استحاضة، إنما مش تنقطع ساعة وترجع في نفس الوقت بدفقة كبيرة من الدم أقول إنها خلصت وإن دي استحاضة. لا، يبقى أنت محتاجة تراجعي بقى مع طبيب إذا كان عندك اضطراب في فهم إذا كان الدم كله حيضا أم بعضه حيض وبعد كده نفاس، لكن أنا لا أراه مش نفاس، استحاضة لا أراه إلا حيضا، أنت حضرتك متعجلة عليه. نجاوب السؤال بتاع كل سنة ده إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم. اللهم إنا نسألك
من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، وأن تجعل عاقبة أمرنا رشدا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.